هنروح لكره السله رجال، وزي ما حضراتكم عارفين السنيور مستر اجوستي بوش بيستعد لبطوله العرب. بطوله العرب ان شاء الله هتتلعب في الكويت والفرقه هتسافر النهارده. انا كلمت كابتن احمد الجرحي، ويمكن قبل ما اطلع الحلقه بحاول بشكل او باخر ان انا اكلم يعني اصحاب الاحداث عشان اعرف منهم الدنيا عامله ايه. الفريق مسافر ان شاء الله الكويت 2/10، والبطوله هتنطلق ان شاء الله يوم 4 يوم 5/10 لغايه 15/10. طيب احنا مشاركين في بطوله القاهره اليومين دول. بطوله القاهره احنا حامل اللقب السنه اللي فاتت، لعبنا مباراه امبارح مع الكهرباء، فزنا فرق كبير جدا 83-19، ودي كانت فرصه كويسه. انتوا عارفين مستر اجوستي بوش بيلعب المباريات بصرف النظر عن مين منافس، مع كل الاحترام طبعا لفريق الكهرباء المحترم وكل الاحترام على راسنا من فوق كل الانديه المنافسه. يعني ابتدى هو الماتشات امبارح، لاعب الكل ال 12 لعيب لعبوا، حتى الدوليين الموجودين لعبوا، طمن بشكل كبير على الفرقه. الحمد لله رب العالمين الامور ماشيه بشكل جيد، ينقص بس ان شاء الله رفع معدلات التدريب الفتره القادمه استعدادا للبطوله العربيه. طيب البطوله العربيه مين هيكون معانا محترفين؟ المحترفين ان شاء الله يكون معانا في البطوله العربيه وولتر هودج اللعيب اللي هيكمل معانا الموسم. انت ليك لاعب تاني امريكي، هو هيبقى غالبا فكوادي. فكوادي اللاعب الامريكي اللي كان معانا البطوله العربيه اللي فاتت، هو بيلعب في مركز 4 و5 واحد عشاق النادي الاهلي. فكوادي يعني النهارده كتب على صفحته اي ويل بي باك، يعني انا رجعت تاني او اي باك، رجع تاني النادي الاهلي. فهو واضح تماما انه وقع تاني مع النادي الاهلي على البطولة العربية. طبعا انتوا عارفين اتحاد السلة لايحته لاعب واحد فقط، فمشاركة فكوادي معانا هتبقى اكيد قوة جدا. عرفت من مصادر يعني انه هيوصل يوم الخميس بإذن الله أرض الوطن عشان ينضم لتدريبات الفريق. يبقى لنا صفقة ثالثة، الاتحاد العربي يسمح باثنين أجانب ولاعب عربي. مين اللاعب العربي؟ هل هنجيب لاعب عربي ولا لا؟ الله أعلم. النهاردة كان بعض المتابعين والمهتمين بكرة السلة العربية زي أشرف سمارة المعلق الأردني الكبير ولاعب منتخب الأردن السابق، واللي اتشرفت الحقيقة إن احنا لعبنا قصاد بعض سنوات طويلة، النهاردة كان مرشح أحد اللاعبين للانضمام لنادي الأهلي في البطولة العربية. يعني قصدي أقول لكم إنه الموضوع والقرار في إيد مستر أجوستي بوش فقط. فقط كابتن خالد العوضي الحقيقه بيقوم بدور كبير جدا، وهو دوره مسانده الاجهزه الفنيه على حسب الرؤيه الفنيه، وشفتوا السيل الكبير من تجديد اللاعبين والصفقات الجديده. فالحمد لله كابتن خالد العوضي يعني سبورت جامد جدا لكل الاجهزه الفنيه، ونفس الوقت بدعم مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، اكيد كل الكلام ده بيتم تحت اشرافه. يعني القصد اقوله لحضراتكم انه في الاخر يبقى لنا صفقه وحيده، هل هيتم ضم لاعب عربي معانا ولا هيكتفي مستر اجوستي بوش بالاثنين الامريكان اللي موجودين في صفوف الفريق؟ ده اللي هنعرفه الفتره القادمه. ولكن ليك الحق ان انت تستعين بصفقه عربيه ما بتلعبش معاك الدوري، تيجي على قد البطوله العربيه وتمشي. البطوله العربيه القادمه، وخدوا الكلام ده على مسؤوليه، البطوله العربيه اقوى بكثير 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 من النسخ السابقه. انا في وجهه نظري ان هي اقوى من البال باسكت بول افريكان ليج اللي اتلعبت في افريقيا او دوري ابطال افريقيا، هي اقوى منه لان كل اللعيبه كل الفرق سواء الجهراء الكويتي او نادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري نفسه مدعم الفريق. وبالمناسبه بنحب نقول لاسماعيل احمد لاعب نادي الاتحاد السكندري الف سلامه، اللي اصيب بقطع جزئي في الغضروف، والحقيقه طبعا يعني نتمنى له الشفاء العاجل. اسماعيل احد اساطير كره السله المصريه سواء في نادي الاتحاد او في منتخب مصر، نتمنى له كل الشفاء. الراجل يعني اصيب بقطع في الغضروف، وان شاء الله هنطمن عليه، ولو قدرنا حتى يعني نجيبه على التليفون نطمن عليه نقول له ألف سلامة. وهي دي يعني الحقيقة الرياضة، إن بتقرب اللاعبين وبتقرب المسؤولين من بعض مش بتخليهم يبعدوا. ألف سلامة إسماعيل، نتمنى لك الشفاء العاجل بإذن الله.